السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتم بتتمنوه. ازاي تقدر تقص المنقار بتاع الطائر باحترافية من غير ما تأذي الطائر ومن غير ما تتعب الطائر؟ لأن طبعا قص المنقار ده ضرورة في احيان كتيره جدا انت ما ينفعش تستغنى عنها، ضروره كبيره انت فعلا ما تقدرش تستغنى عنها وما تقدرش ان انت تتخطاها، لانه الطائر ممكن يفترس الطائر اللي جنبه او ينقر على البيض فيكسر البيض، الطائر ممكن يؤذي طائر تاني ويعوره ويسيحه دم وياكله، ممكن يؤدي بيه الى النفوق كمان، ممكن يؤدي الى قتل طائر. فانت لازم تتخلص من المشكله دي عن طريق قص المنقار. قص المنقار حل مهم، لازم تبقى محترف وانت بتعمله. بس ازاي تقص المنقار؟ وقص المنقار للكتكوت الصغير عمر شهر مثلا غير قص المنقار للفرخة الكبيرة اللي عمر 6 شهور او سنة او سنتين، تمام؟ فازاي تتعامل مع الموضوع هنتكلم بمنتهى التفصيل. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم نفرق بين قص منقار الطائر الصغير في السن وقص منقار الطائر الكبير في السن، دي حدوتة ودي حدوتة. تعالى في الاول نمسك قص منقار الطائر الصغير في السن. طبعا الافتراس ده بيبدأ مع الطائر من هو صغير، يعني ممكن مشكلة الافتراس دي تحصل للطيور بمنتهى البساطة وهي في سن صغير جدا، يعني تلاقي الكتاكيت وهي صغيره بتاكل بعضها. ده في نوعيه من الكتاكيت كمان اللي هي الكتاكيت الملونه دي، عارفين الكتاكيت الملونه اللي هي بتبقى اصفر واحمر واخضر ومش عارف وفوشيا الوانها مختلفه، الكتاكيت دي اصلا بتفترس بعضها من عمر يوم، بياكلوا بعض من عمر يومين ثلاثه، اسبوع بالكتير تلاقيهم ماتوا كلهم، تمام؟ فمشكله الافتراس دي بتحصل بشكل متكرر. انما الفراخ البلد اللي احنا بنربيها مشكله الافتراس فيها اهون شويه، لكنها بتحصل بشكل متكرر وكبير جدا، تمام؟ مشكلة الافتراس عندها اهون شوية لكنها بتحصل. لو كتكوت صغير عمر شهر مثلا وبياكل اخواته الكتاكيت التانيين، تمام؟ وبيأذيهم ويعورهم وانت عايز تمنعه من ده، حلو؟ كل ما عليك انك هتروح للطرف العلوي من منقار الكتكوت، هتروح لمنقار الكتكوت من فوق، تمام؟ الطرف العلوي، وتقصه. تقص قد ايه منه؟ تقص حتة صغيرة من قدام بمقدار ضفر صغير، تمام؟ بمقدار ضفر، الحتة اللي هي ايه من قدام، بقولك على الجانب العلوي من المنقار مش السفلي، يعني في المنقار ده حتتين فوق وتحت، انا بكلمك على اللي فوق. هتقص الحتة اللي فوق حتة صغيرة اللي هي الزيادة المدببة، حلو؟ هتلاقي على طول الموضوع ده بيتم معاك بسهولة، لان ده صغير في السن، عمر شهر ولا شهرين، يعني صغير في السن، يعني مش هتلاقي صعوبة في قصه. لكن برضو بتستخدم حاجة حادة علشان خاطر تتخلص من المنقار. بتستخدم ايه؟ حاجة حادة عشان تتخلص من المنقار بسهولة من غير ما تعمل مشكلة للطائر، من غير ما تأذي الطائر، حلو؟ فانت هتجيب الحاجة حادة دي وتقص المنقار، هتلاقي دم كتير بينزل من المنقار بتاع الكتكوت الصغير عمر شهر او اتنين. على طول لازم تسرع حضرتك في جلب سكينة محمية على النار، متسخنة على النار، تمام؟ درجة حرارتها عالية، حلو؟ لحد ما تبقى لونها احمر من طرفها، تمام؟ وهتجيبها وتكتم الحتة اللي انت قصتها لمدة 10 ثواني، تفضل كاتم عليها لمدة 10 ثواني، حلو؟ هتفضل كاتم عليها لحد ما الدم اللي كان بينزل يتوقف تماما. الدم اللي كان بينزل يتوقف، يبقى انت كده ايه، تخلصت من مشكلة الدم اللي نازل. هتلاقي طبعا الكتكوت او الفرخة في السن ده وهي صغيرة هيبقى فيه صراخ الام كبيرة، تمام؟ تخطى كل الحاجات دي، يعني ده طبيعي جدا ان هي تكون بتتألم وبتصرخ، لان انت قطعت من جسمها حتة، تمام؟ وهيبقى فيه الم طبيعي جدا برضو. بس بعد ما تحوش السكينة هتلاقيها هديت، يعني في ظرف ساعات خلاص كده هتشفى وترجع تاكل تاني يوم عادي، او في اخر اليوم كمان تلاقيها بتاكل بدون اي مشاكل.
ده بالنسبة لكتكوت الصغير. لو الفرخة كبيرة بقى، الفرخة كبيرة انت هنا هتقابل مشكلة كبيرة، ألا وهي انه المنقار هيبقى صعب شوية في القص، لانه هيبقى اقوى، يعني لانها كبر بقت فرخة خلاص، هيبقى اقوى المنقار. فتعمل ايه بقى حضرتك؟ لازم هنا يكون معاك مقص حاد جدا، يعني وهو صغير كتكوت الحدية بتاعت المقص مش ضرورة، لكن لما بيكبر لا، انت لازم يكون معاك مقص حاد جدا 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 علشان تحوش المنقار بسرعة، لان هو المنقار بتاعه قوي. حلو. فهتجيب المقص الحاد جدا ده وتقص طرف المنقار. حلو. وبرضو هتجيب سكينة محمية سخنة جدا وتكتم بيها على الجرح. هل هو في السن الكبير ده بيحتاج السكينة المحمية علشان يكتم على الجرح، ان انت تكوي الجرح؟ اه طبعا بيحتاج ان انت تكوي الجرح برضو، زيه زي الصغير. جيب السكينة المتسخنة، طرفها متسخن، وتكتم على طرف المنقار العلوي اللي انت قصيته، تكتم كتم كويس. تمام كده، انت ايه كده، انت برضو كتمت الدم 10 ثواني، هتفضل كاتم 10 ثواني، من شأنهم ان هم ايه يخلوا الدم يتوقف والجرح يلم بسرعة شديدة. تمام. ده بالنسبة للكتكوت الكبير. احنا بنعمل ده مع الكتكوت الكبير او الكتكوت الصغير علشان نحل الازمة بسرعة. ازمة ايه؟ ازمة افتراس الكتاكيت لبعضها، ازمة ان هم بيعوروا بعضهم، ازمة ان هم بياكلوا بعضهم، ازمة ان هم بينقروا على البيض فيكسروه فياكلوه فيتعودوا ان هم ياكلوا البيض. كل دي ازمات بتقابل الكتاكيت بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا الكبيرة، وحلها بسيط جدا جدا جدا، ولازم نعمله بالطريقة اللي قلت لك عليها. لازم نتخلص من مشكلة الافتراس، لان الافتراس مش بس مشكلة بتهدد عمر وصحة الطيور، وانما برضو هي مشكلة بتهدد الانتاجية بشكل عام، لان كل ما المنقار بتاع الطائر بقى حاد وكل ما كان اشرس وكل ما كان مدبب اكتر، كل ما ده كان بيؤدي بشكل مباشر لحدوث مشكلة ايه، ان الانتاج يقل والبيض يتاكل ويتكسر، مش بس صحتهم وانما كمان البيض بيقل وبيتكسر وبينقروا عليه فبياكلوه فبيتعودوا ياكلوه. فمشاكل كتيرة بتحصل بسبب المنقار اللي هو ايه المدبب، ولازم حضرتك تاخد بالك من المشكلة دي وتحلها بالطرق اللي انا قلت لك عليها، سواء مع الكتاكيت الصغيرة او مع الفراخ الكبيرة اللي بقت يعني كبيرة وصحتها كويسة. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.